اولا العودة الى الصدارة بعد تعادل منتخب البحريني امام منتخب هونغ كونغ بتعادل 8 بور الجاني، وتصبح البحرين ثانيا والعراق ثالثا. هذا مهند علي، مهند ميمي يسدد، لكن ممكن، كل شيء وارد، كل شيء ممكن. علي عدنان عدت ومرت وذهبت رمية جانبية لمصلحة المنتخب الإيراني. كرة أمامية تصل في وسط الملعب، أمجد الله على بشار رسن، رسن مرر، معك همام، معك همام، بشار رسن عالية، جول 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 جول، سدد، الله الكرة الماضية. هذا مهند، وهذا مهند، هذا مهند، نعم، يتقدم للعراق، يضمد جراح العراق من خلال الله يا بشار يا رسن. علي عدنان، علي عدنان إلى مهند، الله على مهند، وضعها في سقف إيران من خلال الكرة الماضية. هم أسود الرافدين، هم مصدر الفرح، هكذا هكذا تصدر الأفراح، تصدر الأفراح بالتكتك يا عراق، بالتكتك يا عراق. الله على كرة مهند، وضعها في سقف المرمى. الفنية الكروية الموجودة ربما في هذه المجموعة، ولدينا، لا 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 لا، الله، شوف الكرة الماضية العالية التي لعبت، ويعني كانت خطيرة لمصلحة المنتخب الإيراني، عالية على القائم الثاني، هذا الخطير والرأسية، الاعتبار نقل المباراة يعني إلى 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 الأردن. هنا لدينا مهند علي يظهر بصورة ممتازة، الله يا صفاء، هذه يسدد، لكنها حسين كناني عالية، رأسية روبن أو رابين تصل بالجهة اليمنى، رضيان يلعب الكرة العالية بالرأس من سعد ناطق، علي عدنان، علي عدنان يحاول، لكن أيضا تغطية لم تكن جيدة من علي عدنان، لذلك الضغط الموجود والمرور الخطيرة لمصلحة المنتخب الإيراني، تسديدة قوية ويأتي هدف التعادل. نعم، تسجل إيران، أحمد نور الله، أحمد نور الله وضع الكرة بطريقة ممتازة. شوف شوف، أربع لاعبين كلهم رايحين دون أي تركيز، دون أي تركيز، فقط يعني شوف شوف انت، امجد عطوان، احمد نور الله ووضعها في مرمى محمد حميد اللي كانت عليه صعبة الكرة الماضية. بطاقة صفراء على علي عدنان، بطاقة صفراء على علي عدنان. شوف هذه هي الكرة، تركيز فنيا بالنسبة للاعبين امر مهم للغاية، امر مهم، شوف للغاية، شوف شلون شلون مر، يعني هذا الهدف كم من بسهولة، لكن خلني مع علي عدنان، خلني مع علي عدنان، بعيدة يا علي، بعيدة يا علي، معلش معلش، هذا علي عدنان، اخضر العراق، بشار رسن يلعب الكرة العالية، خطيرة الكرة، رامين يسدد الكرة، الله الله، على كرة جدا لامست، نعم، خليك اسمع واستمتع مع هذه الجماهير،
نلعب في عمر الدقيقة الأخيرة مشاهدينا الكرام من أحداث شوط اللقاء الأول. شوف هنا هذه هي الجماهير. العراقية الموجودة الأول الذي ربما يعني يقترب إلى التعادل إلا إذا كرة العالية وصلت إلى بيرفارد وصافرة نهاية أحداث شوط اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي هدف لهدف. انتقل الآن يعني خلينا نقول بعد ما شاهدنا قرعة كأس الخليج لكننا لنعود إلى عمان إلى استاد عمان الدولي إلى لقاء العراق إيران مع المنتخب العراقي. حارس شاب عمره 25 سنة يلعب في الشرطة أو هنا لا والله اللي جاء جلال حسن. الثقة تكون عندك أكبر. شوف كل لاعب يقترب من يعني علي عدنان تشوفه يعني يكون قريب من السقوط. يلعب الكرة الأمامية بالرأس سلام موجود بشار. الله على بشار يا اخي سلمولي على بشار ولعب بشار وفن بشار. الله على مهاوي. العراق قريبة شوت مهاوي تصيد ويحاول بشار رسل في الجهة اليمنى لكنها تبعد. الله 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 حلوين كلما. لكن شوف هذا علي مهاوي مر من الاول قال له معليش الثاني قال له اسمح لي وبعدين الثالث انسدح في ارضية الملعب الكل يتساقط. كرة تصل الان مسعود شجاعي امامي. الله على احمد ابراهيم وصلت في الجهة اليسرى خطيرة للعراق. محاولة عراقية مرر همام للخلف امجد عطوان بعيدة الى خارج ارضية الملعب ركلة زاوية لمصلحة العراق. شوف لمسة اليد تحرك اليد لكن خليني اقول لك صعبة الرغبة وصلت الان الكرة المنقولة صفاء. الله يا صفاء على مهاوي هذه خطيرة عطوان يلا يا هذه ركلة جزاء يا ديلان اراها كذلك اشعر بذلك لكنه لا يأتي بهذا الامر. والان لدينا شو يقول ديلان هذا السريلانكي شوف هنا التدخل اللي كان من مرتضى كينجي اللقطة الماضية اعتقد ها اعادة اقرب يعني خلينا نقول صعبة بيعطي ما ادري كاتينيتش بطاقة كاتينيتش نعم يتلقى بطاقة لكن خليني اقول لك شيء دائما ما اثق بالحكم اللي يكون قريب من اللعبة. واحد يقول لا يا خالد ما غير. لدينا تبديل خروج مهند علي هذا امجد عطوان على تنفيذ الخطأ. كرة تلعب عالية بعيدة في الجهة اليسرى لكنها في الشباك من الخارج من علي عدنان. 1-1 كأنها جولة لم تلعب. إذا استمر التعادل طرد لمسعود شجاعي حلو احلوت نعم احلوت طرد لمسعود شجاعي يطرد. إذن قائد المنتخب يطرد. يعني أحمد إبراهيم أنا مستغرب ايش تبي في مسعود شجاعي أنت. لا إيه هذه فيها تهور نعم يعني رفع الرجل بهذه الطريقة بهذا المستوى بطاقة صفراء ثانية و
يعني انذار يأتي ثاني على مسعود شجاعي، والطرد يأتي الآن على للانتصار، دخول على للانتصار. يلا يا امجد، يا امجد يا عطوان، الثاني للعراق، كرة تلعب عالية خطيرة رأسية، الله الله، خلوني أعيدها، خلوني أعيدها، قلت ولا ما قلت، قلت ولا ما قلت، افرح يا عراق افرح، افرح يا مجروح افرح، هكذا هو العراق، هكذا هو العراق، عليك مني سلام الله يا وطني، مهما دج الليل إن الفجر يأتيني، يأتي والله يأتي يا عراق، كنت أعلم، كنت أعلم، نعم والله وحده يعلم، لكنني أعرف العراقيون جيدا، نعم أعلم ماذا لديهم، على عباس وضع العراق فوق الرأس، لا يا إيران، ليس الآن، ليس الآن يا إيران، حان موعد العراق حسب التوقيت المحلي للعراقيين، نعم نعم، قلت بأن التاريخ يقول 2-1، وأقول لكم بأن التاريخ لا يكذب، الله يا عراق، الله يا أسود الرافدين، هنا لدينا الدقائق الأخيرة تكمل، جه الثاني، قلنا هسه يجي الثاني، وجه الثاني أمامية، ابعد ابعد الخطر، ابعد ابعد عن الخطر، افرح، هذه المباراة فنيا كان أفضل وقدم كل شيء، الله زفوهم بالتكابد، زفوهم بالتوك توك، نعم ليوصلوا زفوهم بالتوك توك، هناك في العراق فوز إلى النقطة العاشرة يا عراق، مباراة للتاريخ، مباراة في وقتها والله، جاءت في وقتها، هذه الفرحة العراقية، لكم مني كل تحية. هسه اعود للزميل خالد جاسم، تفضل عيني.